ابدا. امينه عمرنا ما عملنا بانها معاقه، وبدأي على هذا بانها كتعتمد على نفسها، كنعاملوها بحالها بحال خوتها. امينه كدير السباحه في الاولمبياد الخاص، و تلتحقات كدير السباحه من صغرها، وشاركت في المدرسه في الالعاب الرياضه العاديه في المدرسه، من تما اكتشفوا بانها عندها موهبه السباحه وقدموها للالعاب الاولمبياد الخاص. سبيس اولمبيك تعزل في الحبس أمنا في حسن. قبل ما تشارك في الأولمبياد كتحس بنفسها، كتقلق على شي حاجة اللي ما غاديش تقدرش توصل لها. ملي شاركت في الألعاب الأولمبياد الخاص بالقدرة ديالها وبالعزيمة ديالها بأنها كتسبح مزيان، ولات عندها ديك الجرأة باش كتوصل لاش بغات، عارفة بأن راسها إلا عندها واحد إلا كابابل باش توصل. لان في سبيسيال اولمبيك بحال فتح ليها افاق اخرى، كانت منغلقه في واحد الروتين يعني ديال المدرسه للدار المدرسه، ولكن ملي ولات كدير سبيسيال اولمبيك ولات الفواياج، كتخرج كتلاقى مع اصدقاء اخرين، كدير دوتر اكتيفيتي في وسط داك لو بيريود ديال سبيسيال اولمبيك. تعبت عنك فاني احيي اليك. هي في حقها بزاف ديال التغيرات طراو عليها، من بينها ما بقاتش كتحشم بزاف، فقدت احترام ديال الناس، ولات بطله تفتخر براسها والناس كيحترموها، وغدا ان شاء الله من القدامه. ملي كتكون امينه دابا راه تتكون عندنا الحركه، لان البارل تو لو مون في لا ميزون هذا في الدار. البارل سي فخيغ اي لي توربيلون، دونك حنا معاها مزيان. ولكن داك الباغ مثلا مؤخرا مشات لمراكش، مشات 4 ايام ولا 5 ايام تينزل عندنا بحال امينه كتبغي كلشي، العائله الاساتذه ديالها لي زونكاترون ديالها الاصدقاء ديال الحي كلشي. امينه ما عمرها كرهات شي واحد. امينه هي الدار، هي حنا، هي كلشي. ما كنقدروش نبقاو بلا امينه. اللي تعجبني في امينه البراءه ديالها الصراحه. الو حودي بلا عندكم مقدمة. تعلمنا من امينه ليسبوار، خصني كنت عند ملي تكون عندك شي اسبوار تدافع عليه وتبقى غادي القدام وما تفرطش فيه وتعتز براسك، باش ما كان واخا الناس يشوفوا فيك نظره خايبه تزيد القدام تفتخر براسك. ما كرهناش لها تحقق هي داك الشيء اللي تمنات، حيت ما كاينش احسن. واخا نتمناونا حنا اللي تمنينا، هي اللي عارفه شنو بغات وداك الشيء اللي بغاتو، ما كرهناش توصل لها ان شاء الله.